هو مش عارف هيروح لربنا، مش هلاقي محمد بديع جنبه ولا كايروس الشاطر، هيتدفن في بيت في بيت، نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش عمي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج، والداخل هو اللي بعت لي بريد وبعت لاوباما ويحتمي بامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل عاد في الثانية رئيس جمهورية يرفع قدامه يخش انصاره على العراق، هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم بعد الحرب حرام. وطعم يا محمد مرسي، هاي الظلام يا حبيبتي، خير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يقف في ميادين. احنا ما وردنا نخرج الناس من ميادين، ما كناش عليها ان نخرجهم زي محمد مرسي عمل. ايه اللي عمل ده؟ ايه الجنان ده؟ في موقف طبعا صاحبت سبع ترصد على الحضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكم المصريين، لو فيكم راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش خير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات عليه ان هو، انا خايفة عليه ان هو استاذ ايهاب، استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطر عليه ان هو بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت، انا خايفة عليه. ومصر مطبرة الارهاب والتطرف، انتهت خلاص لخصومة الاسلام. عشان انت عندك القلب يا ايهاب، ما شفناش واحد منهم من حياتهم وموجود في الشارع يطلع هو كده. هتموت كده، هيبقى مواجد مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى مواجد الجيش والشرطه والشعب، نجيب له هو اكتر من 33 مليون عشان خاطر هيبقى مواجد مين؟ انا خايف عليك والله. هو عند الدستور وحرسه. اهدى بس، اهدى. يبقى عمل ايه عند الدستور يا حرام؟ حرام حرام حرام. طب خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس، اهدى. انا خايفة عليك، مش مش مستاهلة الحكاية، مش مستاهلة، مش مستاهلة. اهدى. طب خلاص، طب خلاص، خلاص والله مصر ما يستاهلك تروح فيه. نطلع لفاصل، ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل، ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع، بقول اطلع لفاصل، اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع في الدوافع.